بداية كده كنت عايز اقول كلمتين. مش اي حد يا جماعة يبقى مثلا بادئ من الصفر او الدنيا متكحرطة معاه، وبعد ما الدنيا تتظبط معاه او يعدي او يلاقي نفسه فجأة بقى لعيب كورة، وفجأة بقى مشهور، وفجأة بقى معاه فلوس كتير، ما يتعاملش مع الناس او ما يتعاملش مع الفتيات تحديدا على انهم كلهم عاهرات، مجرد انه بيعمل لها كده تجيله جري. فده اسلوب قذر جدا جدا جدا، وطبعا بشكل عام حاجة كلنا ما نقبلهاش، تمام؟ فدي حاجة بشكل عام لا نقبلها ولا انت تقبلها ولا اي حد في الدنيا يقبلها. فيا جماعة دي حاجة قذرة جدا يعني. يلا نبدأ الفيديو. اصدقاء المشاهدين، مساء الخير عليكم او صباح الخير حسب الوقت اللي انت بتشوف الفيديو ده، اتمنى تكون بخير. النهارده طبعا هنتكلم عن موضوع يعتبر الكل بيتداوله على السوشيال ميديا، هو عن عمرو ورده وفيدرال. طبعا كلنا عارفين عمرو ورده وعارفين طبعا الحكاوي بتاعته القديمه، تمام. في دلوقتي موضوع ظهر جديد، في بنت اسمها فيدرال دي مقيمه في دبي، نزلت ستوري ونزلت بوستس بتقول ان عمرو ورده بعت لي مسجات وابتدى يكلمها، بعد كده بقوا اصدقاء، بعد كده ابتدى عايز يعمل معاها علاقه، فقال لها انها تيجي الاوتيل عنده لانها زوجته، هو هيرتب كل ده مع الاداره بتاعت الفندق وهيطلعوها، مفيش ادنى مشكله، تمام. طبعا دي ده اللي البنت نزلته، نزلت له شات ونزلت له محادثات، تمام، زي اللي انتوا هتشوفوها قدامكم دي. بس خلينا كلمت واحده شرموفه زي، اقسم بالله. هتشوفي هتشوفي هتشوفي. كم ناو كم ناو ايفري وان هاف هيز بلاير هاف هيز وايف هير سو كم ناو. اوكي اي ام ويتنج يو كم ناو وهنشوف. تعالي تعالي دلوقتي نتكلم وهنشوف. انا قاعد مستنيك تحت مع مراته وقاعدين في الريسبشن. تعالي هنا وانا هقعد مع مراتي. انت اكنك مراتي، تعالي هقعد معاكي ونشرب حاجه هنا تحت. اوكي كم ناو كم ناو كم ناو. تستهبلي ولا ايه؟ احنا قلنا هنشوف بعض ونتكلم، بلاش هبل. تمام. بعد كده عمرو ورده رد عليها بالفيديو اللي انت هتشوفه ده. انا عندي النهارده ماتش، ولا عندي انستجرام ولا عندي فيسبوك ولا عندي خرا. سيبوني العب كوره يعني، سيبوني العب كوره. عمل له هايك بقاله شهر ونص، سيبوني العب كوره. النهارده عندي ماتش في الكاس ويدعوا لي، سيبوني العب كوره ولا عندي اي حاجه على السوشيال ميديا. فاحنا دلوقتي واقفين مش عارفين الحقيقه فين، هل البنت دي بتدعي عليه او هم كانوا على علاقه مع بعض بعد كده حصل اختلاف ما بينهم فهي عايزه تعمل كده، هل هي بتعمل كده مقابل انها عايزه يبقى تتشهر وتطلع الترند ويبقى عندها فولورز كتير على الانستجرام، محدش عارف الحقيقه فين، تمام. طبعا كل ده عمرو ورده احنا طبعا عارفين سلوكياته من زمان جدا. طبعا كلنا عارفين موضوع مرهان هشام اللي هو كان في 2019 وحصل قضيه، وكنا كنا خلاص داخلين على هامش بطوله الامم الافريقيه، تمام، وتم استبعاده. بعد كده هنا بوريدا استبعده من المعسكر وحصل تخفيف ليه بعد كده، وابتدى يشارك في المباراه وطلع اعتذر وبعد كده الموضوع خلص. فطبعا احنا دلوقتي واقفين مش عارفين الحقيقه فين، تمام. طبعا مرهان هشام بتدي سبورت على طول لفيدرا، كل ستوري بترفعها هي بتنزل، مرهان هشام بتنزلها عندها وبتدعمها طبعا، تمام. طب بس كده لا، ده هي نزلت كمان ستوري بتقول اهدى بس عليا كده، خلص اللي انا فيه، تمام، واشحن موبايلي واطلع لك ايه الفضايح بتاعتك اللي انت تشوفه ده. لا ومش بس كده، ده نزلت كمان ستوري بتهدد فيه بتقول ان اي حد هيقف مع عمرو ورده او اي حد من الناس، هو اكيد هي قصدها الناس اللي هي اصحابه اللي هي القريبه منه جدا، تمام، اي حد هيقف معاه او هيتكلم او هيدعمه، تمام، انا هطلع له الفضايح اللي عندي، تمام، وشغل بقى سيديهاتك معايا والشغل ده كله، تمام. فاحنا دلوقتي مش عارفين بصراحه التفاصيل فين. عمرو ورده قاعد يقول انا ما عملتش حاجه، سيبوني العب كوره، وزي ما انتم شفتوا في الفيديو، تمام. وفي نفس الوقت فيدرا قاعده تعمل شات وبتعمل محادثات، محدش يعرف ده ايه اللي حصل، محدش يعرف الحقيقه فين. فاحنا يا جماعه مش عايزين نحكم على عمرو ورده، تمام، لان هو مره وغلط وطلع اعتذر والموضوع انتهى على كده، تمام، وكل بني ادم خطاء وكلنا بنغلط، تمام، وهو بدل اعتذر وقلنا الموضوع منتهى، فمش عايزين نحكم عليه ونظلمه، تمام. وفي نفس الوقت برضه مش عايزين نحكم على البنت ونقول انها بتعمل كده قصاد مقابل مادي او انها عايزه تتشهر او ايا كان السبب ايه اللي هي عملت عشانه كده. فطبعا مستنيين التفاصيل تكمل بس كده والصوره توضح قدامنا، تمام، وهنعمل لكم فيديو جديد ان شاء الله نوضح لكم فيه كل حاجه، تمام. بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك الحلقة، تمام، وتنساش تعمل لايك للفيديو. مع السلامة، اشوفكم في الفيديو الجاي.